فاكر مواقفك لما ابتليت وقلت يا رب يا رب اشفيني وما اعملش كده تاني، وربنا كريم شفاك وعافاك وفرج الكربة اللي انت فيها، وهو يعلم انك هتعمل كده تاني. هو يعلم قبل انت ما يفرج عنك الكرب، ربنا يعلم انك هتعمل كده تاني ويفرج عنك. كريم اشهد، قول اشهد، اشهد انه اكرم الاكرمين. وتعملها تاني وتقول له فرج عني والطب بي ويفرج عنك تاني. جل جلاله سبحانه وتعالى هنا تقول ايه؟ عرفت الله، عرفت الله ان في كربة كل الاسباب بتقول لك مش هتفرق، ما ينفعش، ازاي ثم تفرق؟ لا يقدر على ذلك الا الله. هنا تقول عرفت الله. لما تشوف واحد كنت شايفه طاغية وبتقول ما فيش فايدة، وبعدين ربنا يهديه تقول الله سبحان الملك، سبحان الملك ان طاغية، وبعدين انت تشوفه بعينك ربنا ذله، سبحان الله العظيم. هي دي عرفت الله، ان يبقى قلبك صاحي عشان تعرف ربنا. الفكرة قلنا الفكرة ثلاث حاجات، في الله، اثنين في لطائف الصنعة، مبادئ الصنعة انك تعرف صنعة ربنا وتتفكر، ثلاثة معاني الأعمال والأحوال انك تفكر بقى في أسرار الصلاة وأسرار السجود، وتبدأ تدوق، تبدأ تدوق تعرف معنى سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى والفرق بينهم، انك تعرف معنى سبحان ربي العظيم وبحمده. ايه الفرق بينها وبين سبحان ربي العظيم؟ ان تفرق بقى بين لا اله الا الله وبين استغفر الله العظيم، وتفهم وتحس لما تقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فهم اسرار العبادات دي الفكره. بعد الفكره ما انسان يتفكر، وزي ما قلنا في الثلاث حاجات دول، الله، لطائف الصنعة، ها، معرفة معاني وأسرار الأعمال والأحوال، تأتي منزلة ثلاثة البصيرة. وخلي بالك اوعى تفكر الإنسان وهو ماشي عدى اليقظة يبقى خلصنا خلاص، لا، ده هو بياخد اليقظة معاه ويطلع للفكرة، يعني بيبقى في الفكرة لازم يبقى قول متيقظ، وياخد اليقظة والفكرة ويطلع للبصيرة، انه صاحي ومركز فيبصر. البصيرة تحديق عين القلب الى جهة المطلوب التماسا له. ما هو قلبه صحي، قلنا اليقظة انزعاج القلب، فيبدأ القلب بقى يفتح يعرف الحقيقة، لا إله إلا الله، حقيقة الحياة هي دي، قضية فهم الحياة، يبدأ يفهم بقى الدنيا ويفهم الآخرة ويفهم الناس. شوف ربنا بيقول إيه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، قول، يمشي به في الناس. يبقى عشان تمشي في الناس النهاردة محتاج نور، هو ده البصير. إن ما عندك بصيرة انت ساعتها تقول يا ما ناس ضحكوا علي كتير. اسألك واحنا بنهزر، انت عمرك في زماننا ده شفت حد بوشين؟ في حد بوشين في زماننا؟ ابدا، كلهم بمية، بمية وش، مش سن ايه، معادش.
كله بيعاملك بوشه ومن وراك بوشه وما معاه فلوس بوشه وما يكون محتاج لك بوش. لسه كنت بضحك النهارده وانا بكلم واحد، اهلا شيخنا ازيك عامل ايه؟ بدات طلبت منه طلب، قال لي طيب يا شيخ محمد ان شاء الله هبقى، قال لا 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 الوش الثاني بقى، ها ايوه اخو محمد. فالشاهد ايه؟ خلاصه الكلام انك انت ساعتها هتفهم بقى الدنيا، انك انت مش هتقول يا فلان، هتقول يا رب. البصيره، البصيره شو بيقول لك ايه؟ من اجمل الكلام للامام الهروي، يقول ايه؟ ان تعلم ان الامر القائم بتمهيد الشريعه صادر من عين لا يخاف عواقبها. إن ربنا جل جلاله لما يأمرك بأمر ما تخافش، نفذ أوامر ربنا وما تخافش من العواقب، لأن الآمر هو الله يعلم العواقب وهو الذي يدبر العواقب، عواقب تنفيذ هذا الأمر. لما تكون أنت بتشغل شغلانة حرام وعرفت ان دي حرام، الامر انك تترك الحرام، بنقول ان التدرج يا جماعة في النوافل، اما في تنفيذ الاوامر وترك النواهي فورا فورا هينفذ فورا يترك العمل. وبعدين العيال ياكلوا منين؟ ده ربنا بقى، انت تركت لله فلا تخشى إلا الله. أن تعلم أن الأمر القائم بتمهيد الشريعة صادر من عين إيه؟ لا يخاف عواقبها، لا يخاف عواقبها، فتؤديه يقينا وتغضب له غيرة وتدعو إليه بغير حرج. إذا حصلت بقى عندك، خلي بالك معايا، حصلت اليقظة وفكرت وبصرت، أبصرت عين البصيرة، عين قلبك، البصيرة دي عين القلب، قلنا إن العين الظاهرة دي اسمها بصر وعين القلب اسمها بصيرة. لما البصيرة تنفتح بقى وتعرف الناس على حقيقتهم، وتعرف الدنيا على حقيقتها، وتعرف الفلوس على حقيقتها، وتعرف الصحة على حقيقتها، وتعرف النسوان على حقيقتها، تعرف الحقيقة البصيرة، خلاص استنات البصيرة. والبصيرة دي بتيجي الناس كتير، بس المشكلة انها كتير بتيجي متأخر بعد فوات الأوان، فيقول يا ريتني فهمت بدري. فبعد ما تيقظ فكر حصلت البصيرة، تأتي نمرة 4 القصد. القصد هو إزماع التجرد على الطاعة.